في المركز العاشر في هذا الأسبوع جاء فيلم المغامرة Dungeons and Dragons Honor Among Thieves في أسبوع عرضه الثامن، وبمجموع أرباح تجاوزت 92 مليون دولار. We're thieves, but we help the wrong person steal the wrong thing and unleash the greatest evil the world has ever known. وفي المركز التاسع جاء فيلم الكوميديا الرومانسي Love Again في أسبوع عرضه الثالث، وبمجموع أرباح وصلت ل 5.9 مليون دولار. يحكي الفيلم قصة شابة تواجه مشاعر الحزن بعد وفاة خطيبها من خلال إرسال رسائل رومانسية لهاتفه القديم، ولكن الأمور تأخذ منحنى آخر عندما تكتشف أن لهذا الرقم مالك جديد. I still can't believe it. Who was sending me these texts? Every morning I open my eyes hoping I'll still see you. I must have the dead boyfriend's number. That's super sad. I think they're nice. أما في المركز الثامن حل فيلم الإثارة والغموض Hypnotic في أسبوع عرضه الثاني، وبمجموع أرباح وصلت ل 4 مليون دولار. I know you called the tip in on the bank heist. Who the hell are you? What makes total strangers pull off an elaborate bank heist? وفي أسبوع عرضه الرابع جاء فيلم الدراما الكوميدي Are You There God? It's Me Margaret في المركز السابع، وبمجموع أرباح تجاوزت 18 مليون دولار. Let me just be normal and regular like everybody else. Just please, 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 please. وفي المركز السادس حل الجزء الرابع من فيلم الإثارة والجريمة جون ويك في أسبوع عرضه التاسع، وبمجموع أرباح تجاوزت 185 مليون دولار. Challenge you to single combat. If you win, you'll have your freedom. And when I see you, I'ma take what I want, so. أما في المركز الخامس فيلم الرعب Evil Dead Rise جاء في أسبوع عرضه الرابع، وبمجموع أرباح وصلت ل 64 مليون دولار. يتناول الفيلم قصة معقدة بين شقيقتين تنقطع علاقتهما بسبب شياطين تلبست في أجسادهما، ولكن لم شمل الأختين قد يحول لقاءهما إلى كابوس مرعب. وبتراجع طفيف من المركز الثالث إلى الرابع حل الفيلم الكوميدي Book Club The Next Chapter في أسبوع عرضه الثاني، وبمجموع أرباح تجاوزت 13 مليون دولار. Bodrum is a great walking city. Belle donne! Le vite più vecchie danno l'uva più dolce. What did he say? The older the vines, the sweeter the fruit. وفي أسبوع عرضه السابع جاء فيلم المغامرة والرسوم المتحركة The Super Mario Bros في المركز الثالث، وبمجموع أرباح تجاوزت 549 مليون دولار. Do you think I know every human being with a mustache wearing an identical outfit with a hat with the letter of his first name on it? Because I don't. وفي المركز الثاني جاء فيلم المغامرة Guardians of the Galaxy في أسبوع عرضه الثالث، وبمجموع أرباح تجاوزت 266 مليون دولار. Come on, Drax. Seriously, dude. No, dude, no, no. وبالمركز الأول جاء فيلم الإثارة والحركة Fast X في أسبوعه الافتتاحي، وبأرباح بلغت 67.5 مليون دولار. تدور أحداث هذا الجزء حول دوم توريتو، حيث يواجه خطر مواجهة ابن تاجر المخدرات هيرنان رييس، والذي يستهدف عائلة دوم بدافع الانتقام. I am filled with so much pride. The great Dom Toretto. If you never would have gotten behind that wheel, I'd never be the man I am today. كما ينتظر شباك التذاكر الأمريكية عرض مجموعة من الأفلام القادمة هذا الأسبوع، من أبرزها فيلم ديزني The Little Mermaid، الفيلم الكوميدي About My Father من بطولة روبرت دي نيرو، وفيلم التوشيق Can Daher من بطولة جيرارد باتلر.